السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومتابعين صحيفة الغد، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء والمقابلة الخاصة مع قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات واللاعب المتميزة في نادي عمان ميساء إجبارة. ميساء، أهلا وسهلا فيك في جريدة الغد. في البداية، قبل أن نتحدث عن الخروج الآسيوي من تصفيات كأس آسيا، هناك رقم قياسي عالمي تحدثت عنه وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم، تحديدا عن هنا في المملكة. تفاجأنا وزي ما تفاجأت أنت في هذا الرقم، حدثينا أكثر عنه. هلا أنا تفاجأت زيكم بهذا الموضوع. هذا فخر إلي دائما طبعا. أنا يعني تعبت كثير في عالم كرة القدم، وصار لي من 2005 بلعب مع المنتخب، وإجا هذا الإشي كأنه تتويج أو تكريم إلي إنه بمسيرتي بهاي الفترة الطويلة، وطبعا بفتخر فيه وكثير انبسطت بهذا الخبر. هلا عم بعطيني دافع كثير أكبر إني أقدم أكثر للمنتخب يعني، وأسجل أكثر، وإنه ممكن لو فكرة اعتزال يعني هلا موجودة إنه شوي أأجلها لقدام، لأنه صار عندي دافع أقوى يعني. قبل الذهاب إلى أوزبكستان والتتويج بلقب كأس العرب، توقعنا بأن نحصد بطاقة التأهل لكأس آسيا بسهولة بحكم المنتخبات المتنافسة إيران وبنغلاديش الذي لم يسبق لهما أن تأهلا لكأس آسيا من قبل. ما الذي حصل؟ فوز بخماسية وخروج بضربات الترجيح. احنا ما بنعرف شو بالضبط اللي صار معنا بالمباراة النهائية، يعني تفاجأنا احنا كمان بمستوى، يعني مش مستوى إيران، ما راح أحكي لك مستوى إيران، مستوانا احنا كلاعبات. كان توتر كتير مبين على اللاعبات في المباراة، وهيك كنا احنا بنقدر ننهي المباراة قبل ضربات الجزاء. قبل ما نطلع يمكن كنا حاطين في بالنا انه خلص مثل ما حكيت انت، خلص احنا متأهلين وهيك، بس انه ما بتعرف ظروف المباريات شو بيصير، ظروف المعسكر، الظروف اللي مرت علينا. فاحنا يعني هذا الاشي بالاخر نصيبنا، يعني ضربات الجزاء تقول هي ضربات الحظ دائما. ضربات الترجيح تحدثت عنها. في عرف كرة القدم من يسدد اولا هو يكون القائد، اللاعب اللي بيدفع بعض المعنوية لبقية اللاعبات. ميساء إجبارة لم تسدد اي كرة، شو صار باللقطات هاي؟ صراحة أنا كمان تفاجأت بهذا الموضوع وقت المباراة، إنه كان ترتيبي بتسديد إنه رقم 5، إنه المفروض أشوت آخر لاعبة، فبس حكوا الأسماء إنه أنا كمان تفاجأت صراحة، لأنه أنا بالتمارين كنت دائما أسدد ضربة الجزاء أول واحدة، إنه تمرنا عليها بيومين قبل، فكنت دائما أول واحدة أجي أشوت ضربة الجزاء. نفسي صراحة تفاجأت يعني بالملعب نفس الشيء، بس إنه كان عندنا أي مجال كانت كتير واثقة من حالها، فإنه أنا هذا اللي أعطاني دافع إنه أوكي تبلش هي. اللاعب المحترفة في ألمانيا بروسيا مونشن جلادباخ سارة صباح أتت من ألمانيا لأوزبكستان ولم تشارك سوى لدقائق معدودة في المباراتين ولم تسدد ضربة الترجيح. هل لو شاركت أكثر دقائق أكثر كانت شكلت خطورة مع ميساء في المقدمة وتحديدا في مباراة إيران؟ راحة أكيد بالنسبة لي أنا سارة، أنا وياها كثير متفاهمين مع بعض، لاعبة عندها خبرة وكمان خبرتها يعني إنها بتلعب بالدوري الأوروبي، فهذا الإشي يعني أنا كتير قدرنا نتفاهم بالتمارين، كنا كتير متفاهمين. عدم نزولها للملعب ما بعرف السبب فني أو لا، فيعني هذا الإشي برجع بالآخر للمدرب، بس إنه أكيد لو نزلت قبل كانت تقدر تفيدني يعني أنا كمان، لأنه سارة عندها بينيات كتير يعني حلوة، نتفاهم أنا وياها فعندها بينيات تقدر توديني على الجول دايركت. هناك انتقادات توجهت للمدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو بعد الخروج، من وجهة نظرك كلاعبة هل المدرب يستحق ما يعني الانتقادات اللي وجهت له؟ صراحة أنا بالنسبة لي كلاعبة وكلاعبة محترفة تمرنت بأكثر من بلد وأكثر من دوري لعبت، بالنسبة لي ديفيد لا يلام على اللي صار بهاي البطولة، لأنه فنياً كان كتير منيح معنا، طور الفريق بطريقة كتير كبيرة. يمكن الكل شاف قدي الفريق قدي المنتخب بالفترة الأخيرة. هلأ إحنا يدوب تمرنا معه 3 أشهر على بعض، كلهم كنا نتقطع يعني أسبوعين وقف مثلا، 3 أشهر على بعض قدر يطور الفريق وناخد كأس عرب، قدرنا ننافس. بالنسبة لي هاي الانتقادات يعني إنه يصبروا عليه شوي، يعني يصبروا على المدرب، إنه ما في مدرب بيجي 3 أشهر بطور فريق ويعني بوصل فيه كأس عالم، ولا كان مفروض إنه ينعطى فترة أكتر وكان بيقدر يعمل إشي معنا. ولهلأ أنا رأيي إنه ديفيد لازم يضل مع المنتخب لأنه هو قادر على التطوير. يعني كلاعبات فنيات مقتنعين بالمدرب. مقتنعين 100% بالمدرب. طيب تمام. بشكل عام ماذا ينقص كرة القدم النسوية الأردنية للمنافسة القارية؟ نحن ننافس على صعيد الوطن العربي أو على صعيد غرب القارة؟ أصلاً اللي هي المباريات الودية، ما
مباريات وديه مع فرق مع منتخبات اسيويه عاليه. يعني انت بتحكي عن الصين، اليابان، مثلا فيتنام على مستوانا، تايلاند، نعمل مباريات وديه اكثر. هاي الشيء الوحيد اللي راح يقدر يطورنا، لانه احنا كاس العرب بلشنا نتقدم فيه مباراه بعد مباراه، بعد ما اخذنا خبره المباريات بلشنا نتقدم ونعطي اكثر. فاظن انه احنا بدنا مباريات، خبره المباريات الوديه اكثر. هذا الشيء راح يطور كره القدم، راح يوصلنا لان ننافس هدول المنتخبات. تروح من عندنا الهيبه، الخوف اللي صار معنا مباراه ايران، روح من عند اللاعبات. لما يلعب مع فرق قويه راح يجي يلعب مع منتخبات الصين واليابان، راح يجوا يلعب مع، يعني راح تروح من عندهم هاي الخوف والهيبه من المباريات، يصير عندهم خبره المباريات. من ناحيه واعدات واتحاد شو دورهم؟ اكيد هلا اتحاد، يعني اظن مو مقصرين موضوع الواعدات وانت مثل ما شفت احنا كمان كان عندنا بالتشكيل اكثر من لاعبه صغيره، فيعني يبلشوا من لاعبات في سن صغير عشان يقدروا برضه هم بحاجه مباريات. يعني هم اللي كانوا خايفين اكثر شيء بالمباريات هاي اللي احنا لعبناها، البنات اللي ما عندهم هاي الخبره، فانه يبلشوا من لاعبات هم صغار، مباريات وديه، تمارين، يعني بلشوا فيهم من الصفر وبعدين نطلع، يعني ما يتاخروا بهذا الموضوع، لانه اذا تاخروا خلاص راح يروح علينا كل شيء. في من اوائل اللاعبات اللي تواجدوا مع تطوير الكره النسويه، شاركتي في كاس اسيا فيتنام 2014 وكاس اسيا 2018. يعني نتحدث عن الاستضافه في 2018، مجموعه نوعا ما كانت سهله، شو اللي صار في منتخب السيدات وعدم التاهل وخسارات قاسيه؟ يمكن كأس آسيا 2018 هاي كانت صدمة إلي وللاعبات، لهلأ ما عم نقدر نصحى منها، لهلأ يعني اللي صار معنا لهلأ ما عم نقدر إنه نتخطى هاي المرحلة. يعني إحنا كنا داخلين إنه ضامنين فلبين، كانت أول جيم عندنا مع فلبين وخلص، إنه ضامنين إنه فلبين إحنا لاعبين معهم قبل بالتصفيات الأولى فايزينهم بنتيجة 3-1 يمكن، فدخلنا انه خلص ضامنين انه احنا فلبين رح نفوز وهيك. احنا ما شفناهم، ما شفنا ايش عم بيعملوا وعم بيطوروا بالفتره اللي راحت يعني. فتفاجئنا فيهم، تفاجئنا باول مباراه لنا اللي هي كانت املنا هاي طلعنا على الدور، يعني انه خلص نتاهل من وراء هاي المباراه. تفاجئنا انه احنا خسرنا، فهي كانت زي صدمه انه خلص كف للاعبات انه مش قادرين يقوموا منه، يعني خلص انه الله. انه فلبين، يعني انت بتحكي عن فريق كنا خلص ضامنينها ويجي يفاجئك ويفوز عليك. فهون البنات ما قدروا يصحوا من هاي الصدمه بالمباريات الثانيه، حتى نزلوا معنويا وكل شيء يعني. ف هاي التصفيات هاي لعبناها باوزبكستان نفس الشيء، انا كنت احكي للاعبات انه خلينا مركزين ما ناكل نفس الكف اللي اكلناه وقت الكاس اسيا، انه ما يعني توقع كل شيء من اي الفريق اللي قدامنا، انه ما نستقل باي فريق قدامنا. يعني ايران كنا كمان ضامنينهم شوي، فانا كنت احاول قبل المباراه احكي مع البنات انه ما تستقلوا بالفرق، خلينا انه نعطي كل فريق حقه وهيك عشان ما ناكل نفس الضرب اللي اكلناه في كاس اسيا. التجارب الاحترافيه اللي خضتها ميساء عديده، فرنسا، لبنان، الامارات، حدثينا عنها بشكل سريع، وايش وحده، اي وحده افضل تجربه كانت بالنسبه لك؟ هلا انا بلشت احترافي ببلد عربي لبنان، لانه كنت صغيره فبلشت انه اول لعبت تقريبا 3 مواسم بلبنان، وكنا دائما ناخذ الدوري والكاس. بعدين طلعت ابو ظبي، وبعديها انه بعد كاس اسيا انه اجت لي الفرصه انه احترف بفرنسا، احترفت سنتين بفرنسا. يعني كل فريق كان على مستوى من الدوري على مستوى غير، فيعني الحمد لله كانت تجربة كتير حلوة بس كتير صعبة بنفس الوقت يعني. وهلأ عندي تجربة جديدة بتركيا إن شاء الله راح أتوفق فيها، لأنه أنا بحاجة إنه إشي جديد. يعني جربت أوروبا، جربت العرب، هلأ بدي إشي جديد إنه أروح تركيا أشوف كيف مستوى الدوري إذا راح أقدر أمشي فيه، وإن شاء الله لقدام يعني كمان حصولي كهداف عم بيفتح لي بواب كتير لقدام يعني. فعم بيجيني عروض أكتر من فريق، وإن شاء الله يعني ربنا بيختار لي الفريق الأحسن يعني. أفضل تجربة ولماذا هي الأفضل؟ أفضل تجربة كان عندي فريق ثانون إيفيان بفرنسا درجة تانية. هلأ كانت هي تاني سنة لي بفرنسا، فهذا أنا كنت ماخذة على السيستم المباريات والدوري وكل شيء، فيعني قدرت أتوفق مع الفريق كتير منيح، ويعني كان ترتيبي منيح، يعني جبت أهداف عدد منيح في الدوري، فهذا كان إشي كتير منيح إلي لقدام.
بس المشكلة إنه إجت ظروف كورونا ووقفتني من الدوري، وقفنا وبعديها يمكن سنتين والدوري موقف في فرنسا، فما قدرت أرجع. تحدثتي عن أن هناك فريق تركي لخوض تجربة احترافية جديدة، لكن هل ستذهبي وتتركي نادي عمان في الفترة المقبلة والمشاركة الآسيوية، أم ما الذي سيحصل في الأيام المقبلة؟ هلا أنا لما رجعت من التصفيات كان على أساس إني أطلع دايركت على تركيا، لأني وقعت أوريدي مع فريق تركي. رجعت هون تفاجأت إنه الدوري التركي تأجل لشهر 12، فقلت إنه خليني أضلني بجو المنافسات. أنت عارف نادي عمان عنده هلا تصفيات آسيا أندية، ف يعني هذا إشي لي منيح إن أضلني بجو المباريات القوية والمباريات التنافسية. فقلت ممكن أكمل معهم من هون ليخلص التصفيات نص شهر 11، بعدين أضلني طالعة تركيا. لماذا الدوري الأردني للمحترفات عمان في كفة وبقية الأندية في كفة أخرى؟ عمان هو الوحيد من ينتصر صراحة، يمكن لأنه تواجد لاعبات المنتخب فيه، يعني معظم اللاعبات الأساسيين في فريق عمان هم لاعبات المنتخب، فهذا الإشي عم بطور الفريق كتير. يعني لما هدول اللاعبات يكون في منهم 10-11 أساسيين مثلا بالمنتخب، عم بتطوروا بالمنتخب، بيجوا على الفريق إنه جاهزين. فهذا الفرق بينه وبين الفرق الثانية، إنه الفرق الثانية اللاعبين الأساسيين مثلا مش كلهم بالمنتخب وهيك، فهذا الفرق بينه وبين الفرق الثانية. سارة أبو صباح تفكر في الاعتزال الدوري مع المنتخب، نصيحة لها لوالدها، نصيحة لاتحاد الكرة في هذا الموضوع؟ أكيد لا، أكيد إنه أنا ما برضى يعني إنه للاعبة كسارة إنها تعتزل هلأ، لسه كتير بكير عليها، عمرها بال 22 سنة، قدامها مستقبل كتير طويل، وسارة من اللاعبات اللي عم بتفيد المنتخب. فيعني إن شاء الله أنا يعني بس نصيحتي إلها إنه ترجع تعيد تفكيرها بهذا الموضوع، إنه عادي بمر على اللاعب كتير أوقات إنه ما بيلعب أساسي في مباراة مباريتين، بس بيجي مع الوقت بيجي دوره. يعني أنا بعد سنتين ثلاث راح أترك، مش راح أضلني ألعب، يعني خلص إنه وصلت مرحلة إنه سنتين ثلاث ممكن أعتزل، فمين بده يكون هلا، مين راح يلعب دور سارة؟ دور راح تشوف، يعني لسه راح تشوف كتير لقدام أشياء. إذا اعتزلت هلا هذا إشي كتير غلط، وجد أنا رأيي إلها إنه تعيد التفكير في قرارها. الاتحاد يتمسكوا باللاعبات اللي المحترفين اللي عندهم فنيات عالية، كل اللاعبات، يعني احنا بحاجتهم اكيد هلا لقدام ان شاء الله. نصيحة أخيرة لمنظومة الكرة المسؤولية في الأردن، لا لاعبات، لا أهالي اللاعبات، للاتحاد، من أجل أن نضع البصمة الحقيقية والكلمة المسموعة عند العرب كله أنه احنا الأردن أفضل كرة نسوية في الوطن العربي وشرق وغرب القارة. عم فكر بالموضوع إنه لو المنتخب يضلوا شغال لفترة أطول، يعني مثلاً بهالفترة اللاعبات عم بيلعبوا بالدوري، عشان يرفع من مستوى اللاعبات، أنتوا جمعوا لاعبات الأندية مثلاً لو يومين بالأسبوع، لو يومين بالأسبوع على طول السنة، هذا الإشي راح يطور اللاعبات. يعني ما تخلي إحنا بس نجمع اللاعبات قبل أي استحقاق، هذا الإشي كتير غلط، لازم نضل على طول السنة شغالين. الأهالي والجماهير، يعني لولا دعمهم صراحة إحنا بدنا دعمكم، لولا دعمكم إلنا إحنا ما بنوصل اللي وصلنا، لأنه البنات دائما بواجهوا كتير مشكلات في المجتمع تاعنا، فيعني إحنا بحاجة دعمكم، لأنه يعني إذا أهلينا وأصحابنا وهدول الناس ما دعمونا، يعني من مين نستنى الدعم؟ فيعني بتمنى إنه الكل يدعم كرة القدم النسوية، وإن شاء الله بنوصل على المستوى اللي وصلنا له هلا، ان شاء الله بنوصل اعلى بكثير. مساء، شكرا على حضورك على صحيفه الغد وعلى سعاده صدرك في الاجابه على جميع الاسئله التي حصلت. الى هنا مشاهدينا ومشاهدين صحيفه الغد، نكون وصلنا الى ختام هذه المقابله الخاصه مع النجمه المتالقه ميساء إجبارة، الى ان نلقاكم مع ضيف رياضي اخر في الايام المقبله. دمتم في امان الله.